نصائحي لمريض حساسية العين أو مريض الرمد الربيعي أو جميع أنواع الحساسية اللي تيجي في جفن العين من الداخل. أهم شيء ما تدعكش في عينك. دعك في العين بيعمل مشاكل كتيرة خالص للقرنية والعين وبيزود المشكلة ومش بيقللها. الحاجة التانية والحاجة المهمة هي كمدات الباردة الجافة. الكمدات الباردة الجافة، ده بتقول لي كمدات باردة جافة، يعني ايه يا دكتور؟ ده يعني انت بتدخل ده تناقض يعني؟ لا، هو مش تناقض ولا حاجة، احنا بنجيب باج، اي باج، اي نوع من انواع الباج، ان شاء الله لو ازازة، ان شاء الله لو كيسة بسيطة، حطوا فيها مية ساقعة من باب التلاجة، وتقفل الكيسة ديت وتحطها على مية، 5 دقايق 5 مرات في اليوم، وممكن تمشي عليها دايما ومفيش منها أي ضرر ولا أي مشكلة. ديت طريقة الكمدات الباردة الجافة، ما تحطش مية على عينيك، المية هتزود مشكلة الحساسية، المية نفسها هتزود مشكلة الحساسية، كتير من الدكاترة ما بياخدوش بالهم إن المريض مش عارف ومش مدرك يعني إيه كمدات، فالكمدات إحنا محتاجين منها البرودة، مش محتاجين إنت تحط المية جوه عينيك، لأن المية نفسها فيها كيميكالز وفيها حاجات تانية ممكن تخش العين تبوظها أصلا وتعمل مشاكل أكتر يعني، فمهم جدا إن تعمل كمدات الباردة الجافة. قطرات المرطب، طالما الدكتور وصف لك قطره لمرطب العين من اهم علاجات الحساسيه قطرات المرطب. قطرات مرطب العين مهمه جدا لانها بتقلل الاحتكاك ما بين الجفن والقرنيه، فبيحصل ان العين بتهدى. كمان لو المريض عنده اي مشاكل في الجسم زي وجع في المفاصل او التهابات المفاصل او عنده ديدان في الامعاء، مهم جدا ان احنا نعالج الحاجات ديت. كمان التعرض للهواء المباشر والأتربة المستمرة والشمس الكتيرة، يا سيدي البس نظارة شمس، اختار نظارة شمس ممتازة زي النظارات البولارايزد، النظارات المستقطبة للضوء، هتريح عينك كتير. النظارات اللي عليها كوت الترا فايلوت او حامي من الاشعه فوق البنفسجيه، ده هيريح عينك كتير. نظارات البولارايزد ممتازه. مهم جدا كمان ان احنا نقلل من فترات الجلوس على الكمبيوتر والشاشات الالكترونيه. الموضوع ده مهم وخطير جدا، لان عندنا عينينا الاطفال خصوصا بيبقوا مبحلقين وبيبص ومش عارف يقفل عينيه من كتر ما هو منجذب وداخل جوه، يعني لو يقدر يخش جوه الشاشه هيخش. دي مشكله كبيره جدا ان الطفل يبقى مركز، او الانسان لو عنده شغل مركز تماما وبينسى يبربش او بينسى يقفل عينيه. البلينكينج ده النورمال بلينكينج الطبيعي اللي ربنا خلقه لنا ده مهم جدا عشان يرطب سطح القرنيه، لو نسيناه طبقه الدموع ديت هتطير وهيحصل ان الجفن برضه يحتك مع القرنيه وعينيه تحرقنا ونتعبنا. مهم جدا ان احنا نحافظ على البلينكينج او الرمش بطريقه منتظمه. كمان لو الموضوع مش مهم ان انت تقعد على الاجهزه الالكترونيه، استعمل الكتب، استعمل الورق، اعمل انشطه ثانيه، مش ضروري تبقى قاعد 24 ساعه على الموبايل، حتى ولو نص ساعه طالما مش مهم ما تقعدش عليه. لو في بدائل اعملها، ما تقعدش 24 ساعة متوجه للموبايل ومركز فيه، هيحصل إرهاق للعين، هيحصل إرهاق للعين، هيحصل إرهاق للشبكية، هيحصل إرهاق للعدسة والعضلات اللي حوالينها اللي هي الجسم اللبي، هيحصل إرهاق للقرنية وطبقة الدموع، هيحصل مشاكل كتيرة جدا. يبقى عشان نعالج الحساسية كمان لازم نقلل فترات الجلوس على الأجهزة الإلكترونية قدر المستطاع، ونحاول حتى ناخد ريست، يعني نقفل عينينا شوية أو نبص للحاجات البعيدة، مش ريست على الموبايل، لأن في ناس كتير لما تيجي تعمل ريست تاخد ريست على الموبايل، يعني دي مشكلة كبيرة جدا يعني. فتاخد ريست على الموبايل، يعني لا الريست من الموبايل مش ريست على الموبايل، فدي مشكله لازم نخلي بالنا من اللي احنا بنعمله، ونخلي بالنا من الاتيتيود بتاعنا، ونخلي بالنا من الحاجات اللي حوالينا، ده شيء مهم جدا، ونخلي بالنا من صحه اولادنا. التغذيه السليمه، التغذيه اللي فيها فيتامين اي وفيتامين سي مهمه جدا للعين. دمتم سالمين وعلى صحتكم مطمئنين، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتشاركوا الحلقه دي مع اصحابكم وقرايبكم، على فكره الموضوع ده مهم جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.